بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرة جديدة من مادة الجافا 1. اليوم راح نتحدث عن الأري. شو المقصود بالأري؟ بالوضع الطبيعي العنصر مثلا إذا عرفت متغير منه انتجر، تمام، مثلا إكس منه انتجر، بتقدر تخزن في ذاكرة عنصر واحد من نوع انتجر، تمام، عنصر واحد من نوع انتجر. الآن المصفوفة، الفرق بين المتغير العادي والمصفوفة إنه بتقدر تخزن مجموعة من المتغيرات، مش بس عنصر واحد، مجموعة من العناصر، تمام. يعني مثلا عرفنا مثلا مصفوفة اسمها ماي ليست. هاي ماي ليست حط مثلا الكباسيتي لها أو السعة لها 10 عناصر، تمام. السايز اللي قديش طلع هنا ماي ليست، السايز اللي قديش 10 من نوع دبل. معناته هاي الأري يا شباب بقدر أخزن فيها 10 عناصر من نوع دبل. الماي ليست بقدر أخزن فيها 10 عناصر من نوع إيش؟ دبل. بصير طيب أخزن نوع ثاني من البيانات فيها؟ ما بصير، خلاص أنت عرفتها دبل، لازم تخزن فيها إيش؟ دبل. الآن كيف الأدرس أو العنوان أو البوزيشن لكل واحد فيهم؟ لو رحنا على الماي ليست، فتحة قوس، تذكرة قوس 0، طلع الأقواس المربع عندك بهذا الشكل، بدك تنتبه. إذا الماي ليست 0، تمام، صب 0 تعطيك اللي هو العنصر الأول، تمام، 1 بتعطيك العنصر إيش الثاني، 2 تعطيك العنصر الثالث. لاحظ إنه الإندكس أو الفهرس ببلش من 0، يعني أنت حجزت 10 عناصر راح يعطيك عناصر من 0 1 2، آخر شيء راح يكون عندك إيش 9. بدك تنتبه لهي الملاحظة. لو أنت حجزت 100 عنصر راح يبلش يحجز لك من 0 لعند 9 9. السايز اللي قديش هون؟ السايز اللي 100، تمام. اذا هاي هي الاري، مجموعه مواقع في الميموري. مثلا فين اري اسمها اكس، السايز له 10، بيعمل لك 10 اماكن في الميموري متجاوره. الادرس بيكون العنوان من 0 عند السايز ناقص 1 اللي هو عند 9 آخر شيء. إذا بدك توصل للعنصر الأخير تصل له عن طريق إكس للتسعة، تمام؟ مثلا لو كان في عندك هون 15 قلت له إكس للتسعة، عملت له System.out.print راح يطبع لك 15 القيمة الموجودة هون. طب كيف ممكن أخزن في الموقع 0؟ بحكي له إكس للصفر يساوي القيمة اللي بدي اياها، مثلا بدي اخزن فيه 30، بقول له اكس للصفر يساوي 30. هيك انا خزنت 30 وين؟ في الموقع الاول، تمام؟ اذا في اي جزء من البرنامج لو حكيت له اكس للصفر يساوي 30 راح يجي على الموقع الاولاني هذا راح يخزن فيه قديش؟ 30، تمام. طبعا لو اعطيته الان ماي ليست للعشره راح يعطيني غلط، راح يعطيك البرنامج ايرور، مشكله، لانه الماي ليست فيها بس 10 عناصر من 0 لعند 9، لازم كلهم من نفس النوع دبل. طيب خلينا نبلش مثلا عملي شوي. أنا عملت مجموعة برامج هنا. هنا شو عملنا؟ هنا عرفنا أري اسمها ماي ليست من نوع إيش؟ انتجر، وفيها 1 2 3 4، فيها 4 عناصر. فهو فعليا شو بعمل؟ بيجي في الميموري بعمل لك أري بهذا الشكل مصفوفة فيها 4 مواقع، بسميها ماي ليست،
واحد صفر، واحد اثنين ثلاث. الموقع صفر راح يخزن واحد، الموقع واحد راح يخزن ثلاث، الموقع هذا راح يخزن أربعة خمسة. تمام، هذا الأمر الأول اللي هون. لاحظ أقواس المجموعة بدك تنتبه لهم، أقواس اللي هون شكلهم نفس الشكل تطبع. الآن لو بدي أطبع عناصر المصفوفة بعمل لوب، ببلش من صفر لعند السايز تبع الأري. السايز تبع الأري كيف بعرف السايز تبع الأري؟ طبعا هاي السايز تبعها قديش؟ هاي السايز تبعها أربعة، عدد العناصر فيها أربعة. بدك تنتبه في فرق بين السايز وبين آخر عنصر. هون آخر عنصر بيكون ناقص واحد عن السايز لأنه ببلش من صفر، هاي ملاحظة مهمة. الآن تمشي من صفر بالأري، هاي أقل أو أقل من الـ myList.length. myList.length بتعطيك السايز تبع الأري اللي هو قديش؟ أربعة. إذا رح يمشي من صفر لوين؟ لأقل من السايز اللي هو ثلاثة رح يمشي. الآن system.out.print myList لل i رح يطبع العنصر. فخلينا نتبع البرنامج هذا. عندك الـ i بلش من صفر، راح يظل ماشي للسايز اللي هو أربعة، بيقارن هل الصفر أقل من أربعة؟ نعم الصفر أقل من أربعة. بيجي على system.out.print اطبع لي my list للآي، my list للآي اللي هي الآي قديش هنا صفر، my list للصفر قديش my list للصفر؟ واحد، بطبع واحد. شو بعمل هون؟ بنزل سطر جديد هون. تمام، بيجي الآن على اللفة الثانية، اللفة الثانية بيزيد الآي بمقدار واحد، ايش بتصير؟ واحد. الواحد أقل من أربعة؟ نعم الواحد أقل من أربعة. بيجي الآن بدخل هون system.out.println بطبع my list لمين الآن؟ للآي، my list للواحد. إذا هاي بتصير قديش؟ واحد. my list للواحد قديش؟ ثلاث. برجع ثاني مرة بيزيد الآي بتصير اثنين، لأن أقل من أربعة نعم. بطبع my list للاثنين، my list للاثنين قديش؟ أربعة. بنزل سطر جديد، هاي بتصير ثلاث، ثلاث أقل أو تساوي أربعة، لا أقل من أربعة نعم. بطبع الموقع الأخير، هاي بتصير أربعة، أربعة أقل من أربعة لا، بطلع بطلع هون. احكوا الأوتبوت بهذا الشكل. إذا عملية تعريف array، اسم الأري، اسم المصفوفة، نوع البيانات اللي في المصفوفة لازم يكون انتجر، والعناصر الموجودين بالمصفوفة، وهون دوران عشان عملية طباعة عناصر المصفوفة. طيب خلينا نروح على برنامج ثاني. يعني أنا عاملهم عملتهم قبل شوي قبل المحاضرة، في تسلسل بالأفكار فيهم شوي. هون طريقة ثانية لعمل الأري. فرضا أنا ما بدي أعطيها قيم الأري، بس بدي أحجز العشر مواقع واليوزر بدي أعبيهم لقدام المواقع. فهاي الجملة بدك تنتبه للسنتاكس تبعها، data type نوع البيانات، اسم الأري، هذا متغير ممكن تغيره زي ما بدك هون، بس هذا ما بتقدر تغيره. data type إذا انتجر خلاص بدي تحطه انتجر هنا، ونيو كلمة محجوزة زي ما هي، نوع البيانات كمان مرة، والسايز. بدك تحفظ السنتاكس، السنتاكس لجملة تعريف الأري. وأنا شو بعمل؟ احجز 10 مواقع في وين؟ في الميموري. شو اسمها هاي ماي ليست؟ طبعا راح تكون فاضيه، تكون شو مالها فاضيه، بما انه السايز ل 10 بيحجز من 0 ل 9. طيب هاي الجمله شو بتعمل؟ هاي الجمله اللي هون، هذا اللوب بيعبي الاري بعناصر. فالموقع صفر يجي مثلا هاي تساوي صفر، ماي ليست دوت لينث اللي هو قديش ماي ليست دوت لينث طولها قديش؟ 10. هل الصفر اقل من 10؟ نعم. ماي ليست للاي اللي هي ماي ليست للصفر قديش راح احط فيها؟ اي ضرب اي، يعني صفر ضرب صفر صفر. بعدين بيزودها واحد، واحد اقل من 10 نعم. ماي ليست للاي، ماي ليست للواحد
هقدر احط فيه 1 ضرب 1 اللي هو 1. بعدين 2 راح يكون عندك 2 ضرب 2 ايش 4. بعدين هون 9 ضرب 9 81 اللي هو الاندكس تربيع. في الموقع 0 0 تربيع 0، في الموقع 1 1 تربيع 1، في الموقع 2 2 تربيع 4، في الموقع 3 3 تربيع قديش 9. بعدين 16 9 9 تربيع 81. بعد هيك شو بعمل بعد ما يعبيها؟ بلف عليهم واحد واحد وبعمل لهم عملية ايش؟ طباعة زي ما اخذنا قبل شوي. ببلش من الصفر بنتهي عند السايز اللي هو 10، بزيد بمقدار واحد وبعمل عملية طباعة للماي ليست للاي. الاي راح تكون صفر، بعدين بصير واحد اثنين ثلاث اربعة، اخر شيء راح توقف عند التسعة وراح يطبع لك عناصر ايش؟ الاري. طيب خلينا نشوف الرن للبرنامج مثلا هون. رن اي طبع لك عرف الاري، حط فيها العناصر الاربعه، بعدين اعمل لهم عمليه طباعه 1 3 4 5. البرنامج الثاني نفس الشيء عندك هنا، عمل اري سايز لها 10 زي ما حكينا، عباهم بالاي تربيع، بعدين عملهم عملية طيش طباعة، صفر تربيع صفر، واحد تربيع واحد، اثنين تربيع أربعة، تمام، ستة تربيع ستة وثلاثين، تمام، تسعة تربيع واحد وثمانين. ندخل على البرنامج الثالث. البرنامج الثالث زي ما انت شايف هنا عمل أري سايز لها قديش؟ سايز لها أربعة. شو اسمها؟ ماي ليست. حباها بأرقام، الأرقام يعني هون بيجي هون بعمل أربع مواقع اسم الأري ماي ليست. طبعا هاي ممكن تغيرها، دير بالك الماي ليست يعني أي اسم بدك إياه، سميها خالد محمود أي شيء بدك إياه. أحط فيه الآي، يعني في الموقع صفر أحط صفر، في الموقع واحد أحط واحد، صفر واحد اثنين ثلاثة أحط صفر واحد اثنين ثلاث. إذا في كل موقع راح أحط الإندكس، في الموقع صفر راح أحط صفر، ماي ليست للصفر صفر، ماي ليست للواحد واحد، ماي ليست لاثنين اثنين، ماي ليست للثلاث ثلاث، بهذا الشكل. الآن هون بده يجمع العناصر. أول شيء اعمل متغير اسمه أس، هذا الأس صفر عشان أحط فيه مجموع العناصر الموجودين هون. لأن كيف بده يجمع العناصر؟ بده يعمل لوب، كل مرة بضيف الماي ليست للاي بضيفها لمين؟ للصم، زي ما اخذنا في المرات السابقة. فببلش هون عندك الاي قديش؟ صفر، ماي ليست دوت لينث اللي هو اربعة، صفر اقل من اربعة نعم، الاس قديش قيمتها بتبلش؟ من صفر، الاس تساوي الاس زائد الماي ليست للاي، يعني الاس تساوي صفر زائد صفر صفر قيمة جديدة لها. بعدين بزيد هاي قديش؟ واحد، واحد اقل من اربعة نعم، واحد أقل من أربعة. شو بعمل؟ S تساوي S زائد ماي ليست للآي، يعني صفر زائد واحد واحد. بعدين قديش بتصير هاي؟ اثنين، اثنين أقل من أربعة نعم. شو بعمل؟ S تساوي S زائد ماي ليست للآي، يعني واحد زائد ثلاث، واحد زائد اثنين ثلاث. بعدين هون ثلاث، ثلاث أقل من أربعة نعم. بيجي الآن بجمع ثلاث ثلاث قديش؟ ستة، هاي بتصير أربعة، أربعة أقل من أربعة لا بطلع. إذا آخر شيء بطبع الأس، الأس قديش قيمة الأس؟ ستة اللي هي مجموع العناصر، واحد زائد اثنين ثلاث، ثلاث زائد ثلاث ستة، إذا مجموعهم ستة. كمان مرة عرف الأري سايز لها أربعة، تاخذ أربع أماكن، كل مكان حط فيه قيمة الاندكس نفسه، يعني الصفر حط صفر، الواحد حط واحد، اثنين حط اثنين. بعدين عمل متغير اسمه اس عشان يحط فيه الصم، ولف على عناصر الاري، وكل مرة بضيف العنصر داخل مين؟ داخل الاس، تمام؟ وبالأخير عمل عملية طباعة لمين؟ للاس. طبعا لو جينا عملنا رن،
طبعا 6. طب لو جيت أعطيته هنا زائد 1، الموقع صفر خزن 1، شو راح يصير عندك هون؟ 4 أماكن في الميموري، 0 1 2 3. في الموقع 0 0 زائد 1 1، في الموقع 1 1 زائد 1 2 3 4، راح يجمعهم اللي هم 7 و13. تمام. طيب كيف ممكن نوجد الافرج اللي هو المعدل؟ الافرج اول شيء بدك توجد الصم، اذا اول شيء عملنا اري اسمها ماي ليست. طبعا بس ملاحظة بسيطة هون، اذا بدك تنشئ مثلا اري جديدة مثلا، اعطيه انتجر اسم الاري مثلا اكس، بعدين بهذا الشكل تساوي نيو، نوع البيانات كمان مرة، والسايز مثلا والله 100. هيك شو عملت انا؟ عرفت اري حجمها 100 من 0 ل 99 واسمها ايش؟ اكس، من نوع ايش؟ انتجر. ان شاء الله تكون الامور واضحة. طبعا ممكن اعملها كومن زي هيك انه ما بدي اياها مثلا. طب هون عرفنا الري اسمها ماي ليست، الحجم لها 4، من نوع انتجر، حطينا فيها عناصر. تمام. هون عرف اوجدنا المجموع للعناصر، اذا هون عبينا الري، هون عرفنا الري، هون عبينا الري، هون اوجدنا المجموع للري زي ما اخذنا بالبرنامج اللي قبل. عرفنا متغير اسمه اس، كل مره بنضيف المحتوى الماي ليست على مين؟ على الاس. الان الاس راح يكون فيها المجموع، الاس راح يكون فيها مجموع مين؟ مجموع العناصر اللي هم مثلا 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 اللي هم 10. كيف بدنا نوجد الافرج للعشره؟ نقسم العشره على مين؟ على السايز، السايز قديش؟ 4 ايش؟ 2.5. اذا قسمنا الاس على مين؟ على السايز، طلع لنا مين؟ الافرج. وهنا عملنا عمليه طباعه على مين؟ الافرج. هون طلع 2.5. مثلا لو بدي اعبيها بالاي تربيع، بعطيه هون اي ضرب اي. في الموقع الاول شو راح يعبي هون عندك؟ صفر تربيع صفر، واحد تربيع واحد، اثنين تربيع اربعة، ثلاث تربيع ايش؟ 9. تمام. مرة مظبوط، اللي هم مجموعهم 14 على 4 3.5. طيب مثلا اذا بدك تطبع عناصر الاري بالعكس، كيف يعني بالعكس؟ يعني عندك الان اري اسمها ماي ليست فيها 10 عناصر من 0 ل 9، شو معبي فيها هنا؟ معبي فيها i بلس 1، يعني هنا 0 بلس 1 1، 1 زائد 1 2، 2 زائد 1 3، 9 زائد 1 10. هسه لو عملت لهم طباعه عاديه راح يطبع 1 2 3 4 لحد 10، صح؟ هسه بدك تطبعهم بالعكس، تطبع 10 9 8 ريفرس، يسموه ريفرس اوردر بالعكس. شو بنعمل؟ نعمل لوب بهذا الشكل، هذا اللوب راح يكون نازل نزول، طلع هنا اي ماينس ماينس، يعني بدي ينزل نزول، بدي بلش من هون. كيف بدنا نبلش من هون؟ كيف بدنا نصل للاندكس هذا؟ هذا الاندكس اللي هو ماي ليست، ماي ليست دوت لينكث ناقص 1، بتنتبه، اذا ماي ليست دوت لينكث ناقص 1، لانه اذا اعطيته ماي ليست دوت لينكث راح يعطيك 10، مش موقع 10.
بعدين راح نظلنا نازلين وين؟ لما الـ i أكبر أو تساوي إيش؟ صفر، اللي هو العنصر اللي هون. هون عملية نزول minus i minus minus، يعني الـ i راح تكون أول شيء تسعة، تسعة راح يتبع محتوى التسعة. قديش محتوى التسعة؟ عشرة. بعدين الـ i راح تنزل واحد، راح تصير ثمانية، راح يتبع محتوى الثمانية. قديش محتوى الثمانية؟ تسعة. تمام، راح يظل نازل نزول لوين؟ لعند الصفر. محتوى الصفر قديش؟ واحد. هيك بطبعهم ب ريفيرس اوردر، اللي هو معكوسين بيكون بشكل عكسي. طيب هذا البرنامج بدل ما نعمل جوا المين، هون عملت لك اياهم. انا عملت لك برنامج تو ميثودز، واحده اسمها سم، واحدة اسمها print rev. هاي تطبعهم يعني reverse order، وهاي توجد المجموع. العملية سهلة هون. أول شيء عرفت array اسمها x فيها خمس عناصر. بعدين عبيت الـ x، عبيتها في i ضرب i، يعني في الموقع صفر صفر. خمس عناصر. اثنين ثلاث أربعة، خلاص هاي ما فيش داعي لها. تمام، صفر لأربعة، صفر واحد أربعة تسعة ستاشر. بعد ذلك، بعد ما عباها زي هيك، الآن استدعى مثل اسمها print rev، وبعث فيها الأري، طلع اسم الأري اللي هو إكس. بعث أري الآن هنا، ما بدك تنتبه الري. الان كيف استقبل الري؟ بدك تنتبه انه مش زي المتغير العادي. المتغير العادي بتقول له انتجر اكس، صح، او انتجر اي ار ار. بس الان لانها الري، عشان يميزها عن المتغير العادي، حط لها فتحه قوس تسكيره قوس. هاي تعني انه هو بيستقبل الري، ما بيستقبل متغير عادي. اذا بيستقبل متغير عادي بعطيه مثلا انتجر اي ار ار، بس إذا بدك تعملها بمستقبل الري بتحط فتحة القوس تذكرة القوس بدون أي شيء داخله. هون استقبل الري اللي هي ار ار، وعمل عملية جمع لمين؟ لمحتواها، ورجع ايش؟ محتوى الري. هون طبعهم بالعكس زي ما أخذنا كود الطباعة بالعكس قبل شوي. لينك ماينس 1 ما عنديش صفر، طبعا هون يساوي بدك تحط عشان تطبع الموقع صفر كمان. إذا بدك تعرف تو ميثودز، واحدة للصم وواحدة للطباعة بالعكس. وهنا بتطبع له اسم الأري، فبروح على هاي الميثود بدور عليها اللي هي print rev، بلاقيها هي هون، بنزل فيها الأري اللي اسمها x. x الآن استخدم متغير ثاني arr، صار نفس محتوى مين؟ نفس محتوى x. بس بدك تنتبه من هاي اللي هي فتحة قوس تسكيرة قوس عشان ميزة عن التغيير العادي. جينا نفذنا طبعهم بشكل ايش؟ عكسي. ممكن نجيبهم جنب بعض مثلا زي هيك. تمام، جبناهم جنب بعض. ممكن أزود السايز 10، هاي السايز صار 10. إذا بدي أستدعي الصم، هاي الصم اللي نعملها هون، صم للإكس، بجمعهم، بطبعهم. طبعاً جمعهم آخر شيء. عشان ينزل سطر جديد، عشان الصم يجي سطر جديد هنا. تمام، طيب ان شاء الله انه الامور تكون
واضح.